بس انقطع الفيديو هناك، مش مشكلة بنكمل. هسه الان اللي هون، الان اللي هون بنسميها تجر، يعني احنا قلنا ان في ال زائد ال، صح؟ تقريب تقريب. الان اللي هون ايش هي؟ انتجر. كيف يعني؟ هون قديش الان؟ ببساطة قيس، انا بشوف قديش المسافة هاي، تمام، اقسم على طول الحبل بيطلع معي ان، ان هاي مثلا طلعت معي رقم، باخذ الانتجر الها. كيف يعني انتجر؟ يعني ممكن تطلع معي 23.4، باخذ الانتجر تقريب، طلعت معي 23.9، باخذ 23، تمام، باخذ الانتجر للرقم اللي طلع معي. هسه خلينا نرجع للمثال، نرجع نحكي بركش انا ذاك الفيديو وانقطع. بيقول لي a distance was measured with a tape 20.026، يعني ال L 20، ال L 20.026، قال لي ال S 34.12، قال لي tension force اللي هي T1 capital 17، T1 small 40. دائما حفظ هي 5، T1 هي عبارة T small، T لحالها هي 20. هم يعطيني الاريا سنتيمتر مربع، ومعطيني الاي 2 × 10^3 كيلوغرام على سنتيمتر مربع في جدال تحويل الوحدات، كيلوغرام كيلوغرام في جدال التحويل. هنا واحد واحد كيلوغرام، هاي دبليو كابيتال، هذا دبليو سمول، دبليو هاي دبليو كابيتال، دبليو كابيتال على ال ضيق دبليو سمول، بدي اعوضها بقانون ساج ايرور. يلا الى هون اس 234 والال قلنا 20 والال 20.2، طب ليش هاي 20؟ ببساطة الخطأ قلنا systematic يعني قريب، أنا الأطوال عندي الستاندرد قلنا 1 5 10 20 30، إذا هاي 20.02 معناته هي 20 أكيد. لاحظ هون W capital هي 1.1 كيلوغرام، ف W small هي 1.1 على 20، مشان تكون الوحدة كيلوغرام لكل متر. هذا ال N هي integer، هي S على L 234 على 20، هتحتاج 0.7، تحتاج 0.7 هي المسافة كاملة، تمام. أنا عندي متر طول البوينت 7، لا، بقول بكل بساطة قلنا ال كابيتال في ان زائد ال سمول، ايش اعطتني هاي؟ اعطتني 234.12. يلا جبت ان، بناخذ الانتجر، ايش طول المتر؟ 20، 20 في 12، لا 20 في 11 الانتجر 11، زائد ال سمول 234.12، بالتالي بتجيب ال سمول. مشان ايش؟ مشان القانون في تكعيب. في حل ثاني ايش؟ 11 لحالها في ال تعطيك الرقم، تعطيك رقم اللي ظل من ال 11 اللي هي 0.706، ضربها بالال اللي طول المتر بيعطيك المسافه اللي طلعت اللي هي 14.12. يعني انا فعليا طول الحبل 11 20 220، المسافه اللي ظلت اللي هي من 220 234 هي 14.12. يعني بس انه انا بعوض القانون هون، الكابيتال في ان زائد ال سمول بيعطيني الاس، انا هيك بطلع على ال سمول عشان القانون في تكعيب. يلا تي 1، سي 1 يا بنعمل نسبه وتناسب اذا بدنا، يا بنطبق القانون عادي بيطلع معي سي 1 هيك. انا لا بدي اعمل نسبه وتناسب، لانه النسبه والتناسب بتعطيني المسافه الصحيحه جاهزه، ما بدي مسافه، المسافه الصحيحه اخطاء ثانيه بتاثر عليها، فبالك تعمل نسبه وتناسب بتطلع انت سي 1، سي 1 بتطلع القانون معك هيك، تكتب معك هيك، يلاحظ ما هيك سي 4 والساق ايرور. لاحظ ليش طلعنا ال كابيتال ولا ال سمول؟ عشان القانون في تكريب. شلون اس 5 قلنا سي 5؟ لانه ما في عندي شيء بخص الارتفاعات، فبالتالي هاي الاسات، هاي الاسات اس فتحه بتساوي سي 1 زائد سي 2 زائد سي 3 زائد سي 4 زائد الاس الاصليه، هاي الاس الاصليه C1 C2 C3 C4، هتبقى عندي سوالف عادي. المسافة الصحيحة 234.15. طيب الفرع السادس، السؤال السادس، distance was measured using a tape length 50 متر. measured distance was found كذا، هي المسافة المقابلة 434.15. The measuring temperature was 38 Celsius. The start point of the measured distance is lower than the end point Y2. المسافة هي هيك،
إليه. المسافة المقاس اللي هي S هي نفسها الفتحة 434.12. We find the actual distance. بدي المسافة الأفقية. شو بعمل أنا؟ بكل بساطة في عندي C2 وC5. C3 جبلي سيرة التنشن فورس. C4 جبلي سيرة الوزن. C5 جبلي سيرة الارتفاعات. C1 جبلي سيرة الطول الفعلي. فبالتالي أنا بس C2 وC5. أنت دائما بتحل. S 434.12 50 38 20 ثابتة C2 C5. لاحظ الفتحة هي نفسها S. بس أنا بدي S الأفقية بطبق القانون هذا. طلع معي 434.93 عشان ما قلت لك بالك القانون اللي بيعطيك المسافة الجاهزة لأنه عندي أكثر من خطأ. لو كان عندي زي هذا السؤال خطأ واحد بطبق القانون تبع التتبع. لو عندي أكثر من خطأ مدموجين لا. problem على السريع بتمشي عليهم. using 19.96 هاي مباشرة C1 والطول الفعلي 20. ال1 هي 19.96 ال هي 20. بس مباشرة حابل ما رفضوا ال 20. مسافة S يا بعمل نسبة تناسب يا بطبق قانون C1 بجمعه ل S هي هاي بتطلع معي ايش؟ اللي بدي اياها corrected distance. كل هذا maximum and minimum measuring tension force وأتوقع tip length. أنا بده بده tension force المينيمم والماكسيمم. الخطأ ما يتجاوز 5 مليمتر يعني 5. شو بيساوي؟ بيساوي قانون التنشن فورس. ما قانون التنشن فورس؟ الطول 50 خطأ التنشن فورس هذا الخطأ. بكل بساطة أنا طلع T1 وأطلع قيمتين لـ T1 زي سؤال تبع الحرارة سؤال الحرارة إيش زي هذا السؤال هذا السؤال بس بطبق الخطأ إيش الخطأ الثالث C3 بطبق على الخطأ الثالث تبع C3 إنه بعوض مرة موجب مرة سالب تمام بطلع معي قيمتين لـ T1 تمام وبطبق مباشرة خلص هاي C بعوضها مرة موجب ومرة سالب ال 50 هاي معطيني ال E ومعطيني ال A قانون تبعها وال T كابيتال هي 5 وهذا ال area شوف هون السؤال ال area ال L 20 ال area يعني هيك اللي بالفعل للحبل أطول من الطول الأصلي ب 2 سنتي يعني الطول 20.2 متر تمام هذا معنى هذا معنى 20.02 تمام تمام هذا طول L1 L هي 20 متر طبق القانون اللي فيه تربيع نسبة تناسب التربيع Calculate the error and distance AB with difference elevation knowing that A كذا و B كذا يعني أنا ببساطة ال V V بتساوي 22 تسعة 5 25 4 5 دائما طول كبير ناقص صغير او باخذ مطلق خلاص الميشرد انكلايد ديستنس هاي 45 6 8 ايش بدي المسافه الافقيه باخذ قدر تربيع يا بطبق في 5 وبجمع المسافه ديستنس واز ميشرد يوزنج اتيب وذ طوله 50 المسافه اللي مشاها 634 الميشرد تمبرتشر 35 تنشن فورس 15 فايند ذا اكتشوال ديستنس الاخطاء اللي عندي الاخطاء اللي عندي في 2 الحرارة C3 نعطيك وزن نعطيك وزن ما فيش C4 يعني هذا C2 C3 بس شو التريك اللي فيه التريك اللي فيه انه نشوف في C4 ما فيش في تريك نتأكد طول 50 ما بهمنيش يعني بحط القوانين هون 35 درجة حرارة نرجع لقوانين الأخطاء أعطاني تنشن فورس C3 هون أعطاك مش أعطاني طول الحبل بس أعطاك W لا كاش W إذا أخذت من سؤال سابق لا لازم أعطيك W عشان تعرف إذا أنت خلاص كارتفاعات لا أعطاك طول فعلي لا معناته خطأ C2 C3 السؤال السادس السؤال السادس A distance was measured using a tape. طوله هيك معناته هاي L1
المباشرة 20 المسافة 512 17 هي 40. فعندي أنا C1 نعطيك وزن. شوف أعطاك weight of unit length أعطاك يا جاهز هي W small مش W capital. بالتالي أترك أنه عشان تطلع 512 36 20 طلع معي الان كابيتال نجيب عليه حاجه بس بطلع عندي 25.8 معناته انا عندي كابيتال 25 في 20 السمول 20 الرقم اللي ظل هذا أو بطبق قانون المسافة بس بطبق القوانين C1 C2 C3 C4 C5 ما في. انتهى جابت. يعطيكم ألف عافية.